قدمت مساء أمس سيدة البلاد الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير هند بيتنو قدمت شهادات تقديرية للفريق الطبي السعودي الذي جاء إلى البلاد عن طريق الندوة العالمية للشباب الإسلامي للمشاركة في أعمال القافلة الطبية التي جرت بمستشفى الصداقة الجادية الصينية. المناسبة كانت بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى البلاد بجانب أعضاء مؤسسة القلب الكبير. عثمان عبد الغني إدريس. مسك الختام كان أكثر من 350 عملية جراحية قام بها الأطباء السعوديين التابعين للندوة العالمية للشباب الإسلامي في قافلتهم الطبية الثالثة، ولكن هذه المرة بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير لصاحبة القلب الكبير سيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو، والتي جاءت بنفسها لتتوج وتكرم نخبة الأطباء السعوديين الذين أسهموا في رفع معاناة المواطن التشادي الذي يعاني من أمراض كثيرة. وخلال أكثر من أسبوع أقف الأطباء السعوديين على جراحة مرضى المسالك البولية والحنجرة والغدد الدرقية والأورام والفتك وأورام السرطان وغيرها، وهذه البادرة الإنسانية الكبرى تضاف مرة أخرى في حصيلة القوافل الطبية التي أنجزتها مؤسسة القلب الكبير في أرجاء تشاد. حفل التكريم بدأت بكلمة قدمها مسؤول قسم الصحة بمؤسسة القلب الكبير الدكتور عبد السلام، تطرق إلى الأعمال الجليلة التي قامت بها الندوة، كما قدم شكره للأطباء التشادين الذين سهلوا لهم الطريق ووقفوا معهم جنبا إلى جنب طيلة فترة القافلة التي سيرتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة القلب الكبير. ممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي معبرا عن نجاح هذه القافلة والإنجاز التي قاموا به خلال أسبوع، وأكد على استمرارية التعاون بين الندوة ومؤسسة القلب الكبير في مختلف المجالات الإنسانية. كما شكر سيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو على تفانيها وآمالها الدؤوبة من أجل رفع معاناة الضعفاء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة. في حقيقة أنه بداية هذا التعاون مع هذه المؤسسة، مؤسسة القلب الكبير، مؤسسة العطاء والخير، وتعاونت مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي في إنجاح هذا البرنامج. وحقيقة كان هذا الأمر أسمر، يعني الإخوة الأطباء يعني لأول مرة يوصلوا في هذه العمليات الصعبة هذا العدد، ويرجع هذا لفضل الله ثم لفضل هذه المؤسسة للقلب الكبير الذي تعاونت تعاون كبير جدا. وحقيقة أعضاء قدموا لنا تسهيلات من قبل وصول الوفد إلى نهاية هذا المخيم. وتلته كلمة السيدة الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير، حيث وجهت شكرها للندوة العالمية للشباب الإسلامي التي ساهمت في قدوم هذه القافلة الجراحية إلى تشاد. باسم جميع أعضاء مؤسسة القلب الكبير منحت السيدة الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير شهادات شكر وتقدير للذين شاركوا في هذه القافلة. Représentant de la Tunisie, de l'hôpital La Chaux. وفي نهاية المناسبة تم أخذ صور تذكارية جماعية جمعت سيرة البلاد الأولى هند ديبي إتنو والأطباء السعوديين الذين شاركوا في هذه القافلة الخيرية الصحية. وعقب تقديم هذه الشهادات التقديرية ألقت سيدة البلاد الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو كلمة أشادت من خلالها بالخدمات الإنسانية التي قدمتها القافلة للشعب التشادي. إليكم كلمة رئيسة المؤسسة هند ديبي إتنو بترجمة الزميلة عائشة خليل بلال. Je voudrais avant tout propos remercier vivement le comité scientifique de l'Assemblée mondiale de la jeunesse islamique. أود قبل كل شيء أن أشكر باعتزاز اللجنة العلمية للندوة العالمية للشباب الإسلامي التي عملت للقدوم إلى تشاد. إن هذه القافلة الطبية التي نحتفل اليوم بمرورها الثالث، فألف شكر إلى أصدقائنا الأطباء السعوديين الحاضرون هنا، والذين عرفوا بالإخلاص والتضامن، تاركين أسرهم وأنشطتهم اليومية للمجيء لإغاثة إخوتهم التشادين الذين بحاجة مساعدة صحية.
فالتصفيق إلى أولئك الرجال والنساء بالبدلة البيضاء بمستشفى الصداقة الجادية الصينية على المساهمة المقدرة التي قدموها للفريق الطبي السعودي، وقد قدمتم العلاجات اللازمة بدون مقابل. تقبلوا هنا تحياتنا الخالصة المدعوين الأفاضل السادة والسيدات. بعد أن سجلنا على التوالي مرور شركائنا الأطباء الأتراك والمصريين والكويتيين والسعوديين والسنغاليين الذين قدموا عملا ممتازا بعد القوافل الطبية التي أقيمت في أنجمينا وفي داخل الأشاد، ونحن نجتمع هذا اليوم 15 من نوفمبر 2017 بمستشفى الصداقة الجادية الصينية لنضع قاعدة بيضاء للعزيمة الطبية للأصدقاء الآخرين الذين قطعوا الآلاف الكيلومترات للقدوم والمساهمة في العمل الذي قامت به مؤسسة القلب الكبير. السيد رئيس القافلة الطبية السعودية، إن العمل المقدم في خلال أسبوع قد أثمر بكشف وعلاج 567 حالة، حيث تم بنجاح جراحة 319 مريض، ولم يتوقع أي شخص بلوغ هذا المستوى. إن فريقكم قد أظهر كفاءته وخاصة درجته الإنسانية، على الرغم من الظروف الصعبة قد استطعتم في وقت بسيط ليس الحصول على رضا المرضى وأسرهم، بل شرفتم مؤسسة القلب الكبير التي تفهمت تجهيز الأرضية لنجاح هذه القافلة. مرة أخرى أشكركم على هذا العمل المتميز، وأعتقد بأن هذا التعاون، بل أقول هذا التعاون، قد تم تجسيده بهذه التضحية، وسيقوي ويدعم قدما حتى تستفيد منه الأسر التشادية بوجه أكبر. متمنية لكم رجوعا سعيدا إلى المملكة العربية السعودية الأراضي المقدسة للإسلام، وأملي أن أراكم قريبا في مكان آخر بتشاد، وذلك من أجل إعادة البسمة للأسرة التشادية الأخرى التي لم تستفيد بعد من علاجاتكم طوال إقامتكم في أنجمينا. ولمؤسسة القلب الكبير نعبر عن امتناننا بهذا العمل النبيل الذي قمتم به في مستشفى الصداقة التشادية الصينية. وكما في تقاليد مؤسسة القلب الكبير، فإن العمل الجيد يستحق العرفان من جانبنا، وأسمح لي باسم أعضاء مؤسسة القلب الكبير أن أقدم إليكم هذه الشهادات التي تعبر عن الصداقة من أجل خدمة العمل الإنساني في تشاد.